أعوذ بالله من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نحن أمام الإحياء الحقيقي، والإحياء الحقيقي هو الإحياء الذي تسمو فيه النفس بمشاعرها إلى باريها وخالقها. الإحياء الحقيقي هو الذي تعلو فيه خفقات الحب بذكر الله تعالى. الإحياء الحقيقي هو الذي تنفتح فيه القلوب وتنشد ارتباطها بالله عز وجل. دعونا نحيي هذه الليلة بقلب يحلق إلى عالم الملكوت لينال من الرحمة والغفران والعتق من النار ومما أفاضه الله بكرمه في هذه الليلة المباركة العظيمة. تأملوا قول الله: وما أدراك ما ليلة القدر. قال جل وعلا هذه الجملة، بصيغتها يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مطردة في كتاب الله حيث نقرأ: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ونقرأ قوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ونقرأ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك أيها الإنسان ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها عند الله. ثم بين هذا بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الجواب: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ألف شهر يعني 83 سنة وثلاثة شهور. الإنسان يعطى خير هذه السنوات في هذه الليلة المباركة. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيه من الخير والبركة على هذه الأمة. لذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر ما يحدث في هذه الليلة فقال: تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات السبع، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة إلى الأرض عنوان الرحمة والبركة، عنوان الخير. ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول مكان، كان ذلك المكان الذي تخلو منه الملائكة تخلو منه البركة. اليوم الملائكة تملأ الدنيا، تريد أن ترفع الأعمال الثقيلة
وكم يسعدها الإخلاص في العمل، وكم يسعدها الصدق والاجتهاد، وكم يسعدها البكاء خشية من الله، وكم يسعدها التسابق في الله. فخير الله لا يوصف ولا يحد. دعونا أيها الأحبة هذا اليوم نخاطب الله بكل أريحية، نخاطبه مقرين بالتقصير، معترفين بالذنوب التي ما زلنا فيها، ونشكره على كل توفيقاته لنا في هذه السنة المنصرمة، ونتعهد له بسنة أفضل في منجزاتها وفي عطائها وفي عباداتها. سنة تخلو من الذنوب والمعاصي، سنة تسمو بالأخلاق الحميدة، سنة تشرق فيها القلوب بصدق وأمانة، ويفوح منها التقوى والورع والإيمان. ما أجمل أن نكون مع كلمات الإمام المعصوم عليه السلام وهو يناجي ربه، يناجيه من خلال معرفته به ويقينه التام بصدقه ووعده، ومن خلال إيمانه وتقواه وورعه. دعاء أبو حمزة الثمالي فيه لسان المعصوم وكلامه مع الله. دعونا نحلق مع كلام المعصوم، ونعترف ونقر بالذنوب والمعاصي والموبقات والرذائل والعيوب وما فعلنا في هذه الدنيا من موبقات، ونستغفر الله تعالى ونشكو له أحوالنا، ونسأله الفرج لإخواننا المؤمنين فهم في أمس الحاجة إلى الدعاء. وما أجمل كلمات الإمام حين يقول: ويلي كلما طال عمري كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ إلهي أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء.